من جماهير الرجاء اكثر عدد من جماهير اولمبيك خريفكا، والتحدي يحضر من جمهور الرجاء. فعلا التحدي يحضر من الرجاء، الاساتذه هكذا اللافته مرفوعه في مدرجات الخاصه بانصار الرجاء البيضاوي، رغم اكيد المحاصره الامنيه، ولكن تحدي كبير من جمهور الرجاء البيضاوي. نحن حاضرون، نحن قادمون، نحن نؤازر فريقنا. وشوف هنا المحاصره الامنيه ومنعهم من رفع الأكيد اللافتة التي تؤكد حضور فصيل الرجاء البيضاوي في المدرجات. فعلا تعبئة أمنية كبيرة أينما حل وارتحل جمهور الرجاء البيضاوي. نفس السيناريو يتكرر، السيناريو الذي تابعناه في مباراة الفتح الرباطي والرجاء عندما رفع الجمهور طبعا لافتة الفصيل المساند ليد الرجاء البيضاوي، والماسترز هنا والأساتذة هنا حاضرون. لكن ايضا الامن يقوم بواجب، واكيد تعليمات صدرت لرجال الامن هنا بحظر كل ما طبعا يتنافى ويتعارض مع القرارات الجديده للجامعه بالتنسيق مع السلطات الامنيه بعد الاحداث الداميه في الموسم الماضي. ولكن ذكرنا واشدنا كثيرا بالالتراس ودور الالتراس في تنشيط البطوله الوطنيه. نتمنى ان تعود المياه الى مرة أخرى. كم أنتم رائعون. الحديث عن جمهور الرجاء البيضاوي دائما حاضر في الموعد برسائله في المدرجات، واليوم كذلك تنقل بعدد محترم. هذه تلقى في الجهة اليمنى لمحمود بن حليب، يمشي محمود عرضية يا بن حليب في اتجاه لاعب زوير الواصلي، يلحق بالكرة زوير والجمعوي يقطع الطريق أمام زوير الواصلي مباشرة إلى رمية جانبية في هذه. فعلا غليان الان في مدرجات مركب الفوسفات بمدينه خريبكا. دائما المباريات تكون غايه في الإثارة.